انا كمواطنه من سيدي بوزيد نطلب من السيد الرئيس اللي باش ينجح ان شاء الله في المرحله الجايه ونمشوا لخمسة سنين التشييد، ما نضيعوش وقت، تعبنا برشا، المواطن تعب برشا، وكسيدي بوزيد هي منطقه داخليه ماذا بيك تتلفت شويه للمناطق الداخليه وخاصه سيدي بوزيد. في الخمسة سنين نحبوها نايره، نحبوها خضراء، نحبوها مراقله، نحبوا الشباب يخدم، وتونس راهي باهيه ينجح فيها كان اللي يمشي صحيح. ان شاء الله تكون للافضل، ان شاء الله نتمنوا انها الرئيس اللي يكون في صف المواطن البسيط ويكون ينظر لولايه سيدي بوزيد كبقيه الولايات. فلاح من سيدي بوزيد، نحب فهمت ولا بلادي تتطور شوي، فهمت ولا نحب المستقبل خير من اللي فاتنا، خاطر فاتنا تعبنا شوي، فهمت، ان شاء الله من حسن الاحسن، فهمت، وترون شوي بالفلاحه، الفلاحه هي الركز بالاخص في تونس. ولايتنا سيدي بوزيد من المناطق الفلاحيه، منطقه ممتازه جدا بالفلاحه وخاصه بالخضروات والعلوش، ومعنا مشهوره بالفلاحه بصفه خاصه، وناقصين شويه طرقات فلاحيه، عندنا شويه طرقات، ان شاء الله بحول الله تتفرهد تونس وترجع الى احسن، وان شاء الله بحول الله تكون من الدول المتقدمه. اتمنى ان تكون ولايه سيدي بوزيد ولايه مزدهره، وولاية كل الناس خاصة طبقة الشباب الذين تكتظ بهم المقاهي يجدون فرص عمل، وهذه رسالتي.